شيخنا أحسن الله عليكم، أبو صالح من السعودية يقول لديهم بيت حجر، وهذا البيت ضيق جدا ويحتاج إلى توسعة، لكن الأرض الملاصقة له ليست ملك لأحد وفيها 3 قبور، فهل يجوز لهم نبش مثل هذه القبور من أو ونقلها لمكان آخر من أجل توسعة هذا البيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الخلل والزلل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق. أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإشارة أو الإجابة عن سؤال الأخ فيما يتعلق بالأرض المجاورة لبيته، وهي مقبرة فيها قبور، وهو الآن يسأل يقول كأنه يقول هي ليست لأحد، وكأنه يطمع فيها ليضيفها إلى بيته، وهو يريد أن يعيد بناء بيته. نقول أولا هذه مقبرة، ومقبرة سابقة لبيته ولبناء بيته، وبناء على هذا فلا يجوز له أن يتعرض فيها. هذه مساكنهم، كما أن بيته هذا الذي يقبر 20 أو 30 هو متضايق منه الآن، ويقول إنه ضيق، فهل يستخف أو يستثقل أن يكون أحد إخوانه المسلمين أخذ له مترين في نصف متر أو شيء من هذا؟ فليتق الله. وهؤلاء الذين قبروا في هذه الأرض هم قبله، فلا يجوز له، ويعتبر ظالما إن اعتدى على هذه الأرض. فهذه مقبرة، ويجب على الجهة المعنية بالمقابر في المملكة أن يسورها ويحفظها من الامتهان.